آخر مرة خرجت فيها صرفت كام؟ سفر برا مصر ولا جوا مصر؟ لأي حتة. برا مصر يعني حوالي 10,000 دولار ولا حاجة. بجد؟ برا مصر؟ ده كم مرة؟ كم مرة كم خروجة يعني؟ لا كنت بخرج كل يوم. ريما آخر مرة خرجت صرفت في خروجك كام؟ آخر مرة خرجت كنت أنا وأنت تقريبا، أنت اللي صرفت. بتحرجيني ولا اللي بسألك؟ ايوه اخر مره كنت خرجت انا وانت، انا بقالي فتره ما خرجتش من اخر مره خرجنا فيها، فانت اللي صرفت كام؟ مش هقول بقى، نسيتش. ماشي. اخر مره خرجت صرفت فيها كام؟ 1000 جنيه. حلو، شغال. مخرجه ساعتين يا. ساعتين 1000 جنيه؟ في ناس تاخد 1000 جنيه في اسبوع. مصروفي كام في الشهر بصراحه؟ عايز لا هو انا اللي بيجي بيتصرف. يوم كام مثلا؟ ماكسيمم كام مثلا؟ يعني عادي ممكن اصرف في اليوم 500 400 في اليوم 500 400 300 على حسب. يعني ممكن كده بتعدل 20,000 30,000 في الشهر. ما بيعملوش حاجه. ما بيعملوش حاجه. اخر مره خرجتي فيها صرفت كام في الخروجه؟ صرفت كام؟ يعني مش بصرف كتير قوي. يعني مثلا ماكسيمم كام؟ 3,000 في مصر ولا مصر؟ 4 هيك. مش كدابة. لا مش كتير يعني. اخر مره خرجتي صرفتي فيها كام؟ صرفتي فيها كام؟ 2000 جنيه خروجه واحده. ما بتكلميش اخرج معاك ليه؟ هبقى اجيبك حكايتها مميزه. مصروفك كام في الشهر بصراحه؟ بصراحه 30,000. 30,000 في حالهم؟ بقول لك ايه؟ ايوه شغليني معاكي. يلا تعالى. بتصرفي كام في الشهر بصراحه؟ بتصرفي كام؟ بصراحه؟ يعني ما هو بصراحه انا مش ناقصه والله العظيم، انا تعبانه في حياتي والنبي. والله ادولي والنبي بس. يعني مثلا قول 30 مثلا. 30,000؟ يعني مثلا مش عايزه، انا مش عايزه. لا قولي الحقيقه ما تكذبيش. 40 مثلا. 40,000. بقول لك ايه؟ شغليني معاك اي حاجه. شغلك السواق، ايه رايك؟ موافق. مصروف كام في الشهر بصراحه؟ يعني قول كده يعني 30 40. 40,000؟ في الحدود دي. ايوه. مصروف كام في الشهر بصراحه؟ هقول لك. قولي. كل اللي انا بشتغل بيه بصرفه. كام هم في الشهر مثلا؟ كتير بس كله بصرف. مصروفك كام في الشهر بصراحه بقى من غير ده السؤال؟ ما بعرف ولا احتماليه حساب كده مثلا ولا عن جد ما بحسب مثلا. عن جد ما بحسب مثلا. مصروفي الشخصي لإلي ولا شخصي كل التوتال؟ لا انا ماني، ما بحب الصرف. مش تصرفي؟ بتحوشي ولا بحوش؟ في النبيض يا عمرك كلت الحالات. ضايعين ضايعين ضايعين. لا ما بقدر احسب عن جد. طب المره الجايه بحسبها وبقول لك اياها. المره الجايه فريدي انا بشوفها كل سنه. السؤال اصلا جاب ترند واتمسح. راح اقول لك المره الجايه.